السلام عليكم، معكم شادية من قناة قناعات مع شادية. اليوم مش نقدم لكم حلويات تونسية لذيذة برشا، هي اليويو التونسي، فشاهدوا جميع التفاصيل. مشاهدة طيبة. مرحبا بكم في قناة قناعات مع شادية. اليوم مش نعملو اليويو التونسي. اليويو التونسي هو حلويات مقلية، معناها حلويات نجم نقولو فيها نسبة من الضرر، اما انا اليوم باش نعملها بطريقه صحيه، باش نعملها مقليه، اما باش نحي منها السكريات اللي انا باش نعمل العسل الطبيعي، عسل 100% طبيعي، وباش نضيف للفارينه معناها اليويو تاعنا مكونات صحيه. نشوفوا اليويو هذا شنو مكوناته. دونك عندنا كعبتين عظم، باش نعمل كميه كعبتين عظم، باش نعمل لهنا زيت زيتونه، كيس هذايا زيت زيتونه ماهوش زيت عادي. باش نعمل الياغورت ناتوريل، تعرفوا الياغورت ناتوريل قداش يضفي صحه على اي ماكله طيبوه. باش نعمل السكر، ماهوش سكر طبيعي، باش نعمل السكر هذا، السكر نتاع الكان الاسمر هذا. لهنا اللي يحب يعمل جيست هكا الزيست، زيست زيست نتاع القارس، وانا باش نعمل فاني خاطر ولادي كان يلقاو الزيست نتاع القارس ماكلوها ليش، ولا باش نعمل والخميره الطبيعيه. دونك هذوما هما المكونات، سهله ماهله اليويو هذايا التونسي، اكله شعبيه نلقاوها في الشوارع نتاعنا وفي الزنق الكل. دونك والفرينه بيان سور حسب الكميه اللي باش تتعملي لها السوائل. دونك نبداو اخذنا كعبتين العظم اللي هما باش نخذوهم بالبدايه، دونك نحطهم كامل كلهم باش نصب السوائل الكل. باش نصب ياغورت ناتوريل، ناخذ السباتولا نتاعي، باش نصب الزيت قول زيت زيتونة، باش نصب السكر هذايا سكر تاع الكانة، سكر قرفه، سامحوني سكر القرفه. دونك نجم حتى تعملها هكا المره الاولى باش ما يثيروش الحاجات، نجم تعملها بالفويق الكتريك، نجم تعملها كما تحب، اما بسرعه تتعمل حتى بهذا، حتى الحاجات كلها سهل دمجها مع بعضها. دونك سي نورمال هي باش تجي مارون شويه لونها، بويسك السكر هذاك سكر اسمر. هو جيت باش ندمجو جميع المكونات مع بعضها. خذينا لهنا الفرينه غربلناها، باش نبداو بالكميه ما نصبوش طول الخميره لهنا خاطر ما نعرفوش قداش من كميه احنا باش نصبو، يعني باش نعرفو الكميه نتاعنا قداش. دونك عملت لها زيست صغيره، متعمل شويه ملح، خميره المرتبات والفاني اللي عمل يحب يعمل شويه اللي قارس يعملها تجي بنينه على الاخر. ترى الماركه هذيا حلوه برشا في ايطاليا، راهي صحيه برشا زاده. ونحركو توا، احنا عندنا ميزان الفارينه باش نحركو شويه بهذا، بعد باش نعملو بيدينا كما الحلو العربي التونسي كله يتعمل باليدين. دونك مازالت نقصة اليويو ما يتعجنش، معناه لما داك هاو انتي. دونك نحي هذا خاطر ثقل، ونعملو كيما نوريكم هكا.
جوست نلم المكونات نتاع الكولا. لو قلت الفيرينا راه ما نعرفش، بون ما نعرفش خاطر قداش كل واحد والفيرينا نتاعو. فيرينا انواع وشكل، فما فيرينا تشرب، فما فيرينا لا، فما المهم اللي كان نعطيكم الحكار معناه اللي عملته هنا. كعبتين عظام عملت عليهم كيس صغير، معناه صغير بالكل متاع تاي، واحد زيت زيتونة ولا زيت عادي كيما تحبوا نتوما، ونفس الكيس قد قد ياغورت ناتوريل. الياغورت لازم يكون ناتوريل، نعرفش كاين فما ناس تعملها بالحليب، انا الحقيقة ما جربتوش بالحليب. هو اصلا الحلويات اللي فيها الياغورت ناتوريل عندها نكهة خاصة، دوك نعجنهم نلمدهم الكل هذم هكا ونتلقاو باش نوريك كيفاش نعملو لي فورم. دونك هكا باش انا جيست تلمدها هكا كاهو، تلمد الصحفة والكل. دونك نلمدها ونغسل يديا ونتلقاو. هذا اليويو نتاعنا عملناه وخليناه هكايا لطون اللي الزيت باش يسخن لنا، وحضرنا لهنا وكل شيء باش نبداو نقليو. نقليو هذه القلية الثالثة، دونك نشوفو مع بعضنا. ها هي بس ترشونا لحد شيء سنو مرة يفش كل شيء هيك تفيع الخميرة الطبيعية، الخميرة الكيميائية عفوا، هذيك عادي لهنا. دونك هما البيو نتاعنا يشهيو ومحليهم بنين لهم حتى شيء. دونك باش نكمل وبعد باش نعمل المقلت، باش نمشي باش نعمل شحوم، باش نعمل العسل الطبيعي ونزينها بشوية مكسرات ونتلاقاو باش نوريكم الكل. كل يوم نتاعنا ها هو طاب، حتى انا باش استقتل من الزيت. ما غاديك تحبوا تحطوا على بابي كويسون تحطوا زيدا على ورق المطبخ عفوا. دونك خذينا شويه اللي باش نقدموهم، شو كيفاش. ها هو اليو نتاعي بنين على الاخر، عملت مكعبات صغرونين هكا الصغيرات باش يحبوهم، يجيو كعبات متحفنين بنين على الاخر ما تفترش ليش بالكل. هذا هو اليو. دونك قد ما تعملوا النقبه هذه صغيره قد ما يجي منفوش، راهو انتم شنو تحبوه. توا باش ناخذوها وقلت لكم العسل ناتوريل، العسل نتاع تونس. دونك تاو نحطوهم في الصحن نتاعنا نتاع التقديم، ونحط حضرت شويه مكسرات، شويه بيستاش باش نزين بيستاش ولوز، ونقدمهم. كعبيت اليويو نتاعنا طابو، شوفو كيفاش جاو بنين صغرونين، زينناهم بالبيستاش، عملنا لهم السكر الطبيعي. ها هما كعبيت اليويو نتاعنا، شوفو كيفاش مزينهم. إذا هو اليو التونسي اللي حتى كان هو مقلي، برو احنا عملنا المكونات ضفنا له اضافات اللي رجعته معناها احلو، تنجم تاكلو بون الكميه ما تكثرش. برو هما اكيد بدل الصغار يحرقوا لينيرجي اسهل وابن، وبرشا ماكلات نشربهم من الشارع ولا حتى بذاته هو كي نعملهم من الشارع ما فيها بس. كان مرة كل أم تاخذ شوية من وقتها وتعمل لنا شوية هاليو هذايا التونسي. دونك حلويات اقتصادية بنينة برشا تونسية. كان تحبوا تشتركوا في القناة مرحبا بكم، وذلك ليصلكم كل جديد بالضغط على الزر الأحمر والانضمام إلى عائلتي الصغيرة قناة قناعات مع شادية. تحييكم وفي دعاة الله.